السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم دايما على قناة الاسكولة، سواء من صفحتنا على الفيسبوك أو على قناتنا على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في درس مهم جدا من دروس النحو العربي. النهاردة هنكمل مع بعض درس المصادر، وتحديدا هناخد النهاردة المصادر القياسية الخماسي والسداسي. هناخد الاثنين مع بعض. ليه؟ لأن فيهم حالات متشابهة، الى جانب ان هما درسين صغيرين او مصدرين صغيرين، شغلهم مش كتير زي اللي حصل مثلا في المصدر الرباعي. علشان كده جهز كراستك وجهز قلمك وسيب لي الصفحه كده اتنين عشان نشتغل على الجنبين، خماسي هنا وسداسي هنا، وتابعنا من خلال شرح الدرس. يلا بينا. قبل ما ابدا احب ان انا افكركم بحاجه صغيره اتفقنا عليها، إن معنى كلمة مصدر خماسي يعني هو مصدر لفعل خماسي. سداسي يبقى مصدر لفعل سداسي. إذا الفعل هو اللي من 6 حروف أو 5، مش المصدر اللي من عدد الحروف دي. طيب نبدأ مع بعض بمصدر الفعل الخماسي. أولا الفعل الخماسي دايما تلاقيه بيبتدي بحاجة من 2، لا يبدأ بتاء، لا تلاقيه بادئ بتاء، تمام، يا تلاقيه بادئ بألف وصل، يا إما تاء أو همزة وصل أو ألف وصل. لو مبدوء بتاء هيجي على 3 أوزان. يبقى إذن أنت بتشوف الفعل الخماسي بتاعك لو أوله تاء، اعرف أن أنت معاك 3 أوزان تشتغل عليه. إما وزن تفاعل زي تنازع أو تفاعل، تنازع أو تصارع، وزن تفعل زي تعلم أو تهدم، أو تفعلل زي تدحرج وتزلزل. يعني من الآخر لو جينا نبص هنا هنلاقي هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن رباعي مزيد بالتاء في الأول، وأصلا فعلل كانت دحرجة وزلزلة ووسوسة. فلما تقول تدحرج تزلزل يبقى إذن ده هيبقى الخماسي بتاع الرباع اللي زودت له تاء. لكن تفعل أصلا من الفعل علم اللي هو أصلا كان مضاعف اللام، اللي هو فعل برضو من حالات الرباعي، وبرضو زودت لها التاء الزائدة فبقت تفعل. هي فاعل نازع، تمام، فبقت تفاعل أو تنازع، تفاعل وتنازع. يبقى 3 أوزان، 3 أوزان لمصدر الفعل الخماسي المبدوء بتاء الزائدة في بداية الفعل. المصدر هنا بنجيبه بطريقة جميلة جدا، بيقول لك ايه؟ المصدر يأتي على وزنه الماضي مع ضم ما قبل الآخر. يبقى تفاعل تفاعل، تفعل تفعل، تفعلل تفعلل. يبقى المصدر توافق توافق، تقابل تقابل. يبقى ده الفعل، الفعل اهو بتاعي ده الوزن بتاعه تفاعل. خلاص يبقى تفاعل تفاعل، تفعل تفاعل، تفعلل تفعلل، وهكذا ياتي على وزن الماضي منه هو، من نفس الفعل، من نفس الفعل، تمام. بعد كده بقوم انا حاطط له ايه؟ اضم ما قبل الاخر. طب لو كان الفعل نفسه اخره الف، يعني زي الفعل تصدى، اللي هيحصل ايه؟ قال لك اللي هيحصل انك هتقلب الالف ده ايه؟ اهو خلي بياء واكسر ما قبل الاخر، يبقى تصدى تصدي، تصدى تصدي، تفانى تفاني. وممكن خلي بالك يلعب معاك لعبة ان ده اسم منقوص، فيجيبه لك في كلمة في موضع حذف الياء فيقول لك تفان تفان وهيحذف الياء. خلي بالك ان هو برضو المصدر بتاعك. بقول لك على مع ملاحظة حذف الياء في الرفع والجر باعتبار ان هو اسم منقوص.
طب لو كان أوله، لو كان الفعل الخماسي أوله همزة وصل، يا ترى هيجي برضو على كام وزن؟ قال لك برضو 3 أوزان، إما على وزن فعلال احمر احمرار اصفر اصفرار اعوج اعوجاج، أو على وزن افتعال زي ما أقول اقترب اقتراب استمع استماع انتشر انتشار. يبقى لاحظ معايا، افعلال افتعال، بص بقى دي انفعال، يبقى انفعلال افتعال انفعال زي انكسار ان، وهو دايما تلاقي اوله ان، بص اوله ان كده الف نون اهو، هي هي اهي، يبقى على طول ده انفعال. خلاص افعلال هتلاقي ما بين المد يمينه وشماله حرفين مكررين، بص يبقى ده فعلال او افتعال بقى، وده طبعا حاله لوحدها. طيب يأتي المصدر الخماسي المبدوء بهمزة وصل كفعل، يعني زي الفكرة برضو في التاء كفعل، بس التاني كان مع ضم، هنا بقى مع كسر ايه؟ كسر الثالث وزياد ألف، بص انكسر، بص اللي هيحصل، إن كي وزودت ألف انكسار انكثار، ولو كان آخره ألف هنا كنا قلبناه ايه؟ قلبناها ايه؟ في التاء، هنا نقلبها همزه، التقى التقاء، انتهى انتهاء. الفعل او مصدر الفعل السداسي، يبقى عندي طريقتين، طريقتين في الخماسي مرتبطين بشكله، هل هو بادئ بتاء زائده ولا بادئ بألف وصل أو همزة وصل؟ نيجي بقى للفعل الثلاثي السداسي. الفعل الثلاثي ده جميل قوي وسهل جدا، طبعا ينطبق عليه ما ينطبق على الخماسي في حالة همزة الوصل، في حالة همزة الوصل، يعني اللي يمشي هنا يمشي هنا، يعني برضو يجي كفعله واكسر ما ثالثه وزياد ألف قبل الآخر، يعني استخرج استخراج أهو، ولو اخره الف تتقلب همزه نفس الفكره، استلقى استلقى استلقاء استلقى استلقاء. طيب هنا بقى الحاله دي، لو كان قبل قبل الاخر قبل نهايته يعني في الف اصلا، قال لك هنكسر الثالث زي ما احنا متعودين، والمره دي بقى ايه هنضيف تاء مربوطه في الاخر، يعني ايه؟ يعني احنا كنا بنقول استخرج استخراج، بنكسر التالت ونزود الف، طب لو اصلا انت في الف قبل الاخر، يعني الفعل مثلا استعان او استعان، الفعل نفسه قبل اخره في الف، فانت طب هتيجي تقول ايه؟ اس تي اهو، طب عام موجود، قال لك معلش هنحط هنا مربوطه في الاخر لان كده كده في الف، يبقى استعان استعانه، استغاثه استغاثه، وهكذا. بصوا كمان الحاله دي، هو حالاته كتير بس هي سهله، يعني هي بتيجي بنفس اللي هي بجد نطق الفعل بنفس جهه المصدر. طب لو كان الحرف الرابع الف او نقلبه ايه؟ ليه نقلبه ايه؟ قال لك عشان اعرف احط الكسره، احط العلامه نفسها بتاعت الجر، يعني مثلا بصوا اختار الرابع هنا الف صح؟ المفروض ان انا هكسر الثالث صح؟ طب هكسره ازاي؟ ورا مد، هينفع؟ مش هينفع، فهضطر ان انا ايه؟ اقلبه ايه؟ اختي، وبعدها اصلا انا هحط قبل الاخر الف تاني، يبقى اختيار، امتاز امتياز، يبقى الياء دي ايه؟ دي بتاعت ايه؟ ده المد ده الالف انا قلبته ايه؟ قلبته ياء، ولو كان واو كنت قلبته ياء برضه. ليه فكره الياء؟ قال لك لان اصلا انا عارف ان انا لما بيكون في همزه وصل في سداسي او خماسي انا هكسر الثالث، طب هكسر الثالث وهنط بعد الكسره المد ازاي؟ مش هينفع، فاذا هقلبها ياء عشان تناسب
حركة الكسر بتاعت الحرف التالت. المصدر السداسي يأتي على ثلاث أوزان، على وزن فعلال زي اطمأن اطمئنان، واشمئز اشمئزاز. طبعا هنا في تضعيف، يعني لو بصينا هنا اطمأن اشمئز، هنا في تضعيف، فهنفك التضعيف بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم. يبقى افعلال استفعال زي استقبال استعمال، تمام، بزياده الالف زي ما انتم شايفين والكسر، واستفعل زي استقامه واستهانه، استقامه واستهانه. ولو احنا ركزنا هنلاقي ان كل اللي بيحصل هو هنا عباره عن زياره واصله، الوصله اللي قدامنا دي اللي هي وصله است ألف وسين وتاء. ولو ضمينا الكلام وضمينا الحروف هتلاقي أغلبها أفعال رباعية، عشان كده الرباعي يزيد حروف فيبقى خماسي وسداسي، وهو المهم قوي في مصادر الأفعال غير الثلاثية. تعال نشوف هنا مصدر خماسي. يعني هنا اللي قدامنا ده استعادة، تمام، استقبال، استباق، اطمئنان. نشوف الفعل. لو انا جبت الفعل هنا ولقيت اطمئن اطمئن اطمئن، طب اطمئن 1 2 3 4 5 يبقى ده خماسي، يبقى انا بحطه في جملة المفعول المطلق واطبق، تمام. لكن هنا استعاده ده سداسي، استقبل تمام سداسي، خلاص، استبق استبق استباقا، استبق استباق. طب تعال نشوفها، نشوف الفعل ده كده اهو، استبق، ادي است وادي الباء والقاف، اذا برضو ينفع يبقى معانا خماسي. المهم طبق القاعده وطبق مجموعه المفعول المطلق هتريحك قوي. استماع، ارسال، استعداد، تشجير. طيب اولا ارسال من ارسل فده رباعي، وتشجير من شجرة فده رباعي، يتبقى استعد واستمع اهو، استمع واستعد، طبعا ده سداسي يبقى ده مش هينفع، يبقى استمع هو اللي خماسي. نيجي للمثال رقم 3، عدنا تعدين ما ينفعش، استهدى، استنى كده، استهدى ده ستة، استعار واستقلال، استعار أعار استعار، استقلال استقل استقل استقلال. مصدر خماس طبعا تربية، بص في حاجات بقى تلاقي بشطب عليها، يعني تربية ناخدها رباعي، سيطرة ناخدها، تمام، برضو تحقيق بقى تدحرجة، صح، تفاعل، لا لو دحرجة كانت بقت رباعية كمان. آخر سؤال هنا، تبعثر طبعا ما ينفعش، تستر ما ينفعش، تضحية ضحى برضو لا، تفانى تفاني، يبقى هو تفانن دي اللي قلنا عليها ممكن يحذف الياء في حالة الرفع والجر، تمام، وبالتالي دي الإجابة السليمة. المثال اللي بعد كده بيقول لك أي من الكلمات الآتية تعتبر مصدر للفعل استعاد، استعادة استعادة، بص وأنت مغمض، استعادة استعادة، مفعول مطلق هيريحك جدا يا جماعة. انقسم، انقسم الجيشين انقسام، دي بقى الميزة. استيلاء على وزن استيلاء، استيفاء فاء، استيلاء ادي است، است معانا كلنا اهو، تمام، استو لا استفعل، هنا في لا، يبقى هنا ايه، استفعاء ولا استيعاء، ما خلاص دول مش هينفعوا لان انا حطيت همزه في الاخر، يا استيعاء يا استفعاء، طبعا يعني الكلمه موجوده، يبقى هنا ايه، استفعاء.
في كلمة من دول ما تعتبرش مصدر خماسي، يعني كلهم خماسي ما عدا واحدة. تعال نشوف. طم أن طم أنا شكلها جدا تنفعش، لأن انحسر انحسار، تكاثر تكاثر، تصدى تصد، هو حذف هنا الياء. يبقى إذا طم أنا هي الإجابة الخاطئة. الفكرة من كل اللي بنقوله إن لو أنت خلاص قدرت تتمكن من جزئية وضع المفعول المطلق في جملة الفعل هتقدر تستخرج المصدر بسهولة. إن أنت توزنه فده أكتر سهولة بدل أنت جبته خلاص. أتمنى إن أنتوا تركزوا أوي في جزئية إن أنا أشتغل على المفعول المطلق. صدقوني هتستفادوا منها استفادة كبيرة جدا جدا جدا. أهلا بكم مرة تانية من خلال قناة الإسكولة. شرحنا مع بعض درس المصادر الخماسية والمصادر السداسية. أتمنى إن احنا نكون وفقنا في شرح الدرس بالطريقة اللي تكون أسهل ليك واللي تكون استوعبتها بسهولة. لو في أي استفسار تابعنا على صفحة القناة وصفحتنا على الفيسبوك وعلى القناة نفسها على اليوتيوب. تعليقاتك مهمة جدا عشان نقدر نتواصل معاك ونعرف حضرتك محتاج إيه بالظبط. درس النهاردة المصادر الخماسية والسداسية. كده انتهينا من المصادر القياسية، كنا انتهينا قبل كده من المصادر السماعية اللي هي الثلاثية. تقدروا تتابعوا كل الحلقات اللي فاتتكم على قناتنا على اليوتيوب. كمان أسفل فيديو النهاردة هتلاقي لينك عليه اختبار تفاعلي لدرس النهاردة، وهتلاقي كمان لينك تاني عليه واجب منزلي. حلوا يا جماعة، التدريبات دي مهمة جدا، وحل أي تدريبات تلاقيها قدامك سواء التدريبات اللي عندنا أو أي تدريبات من كتاب تاني، حل كلها استفادة ليك. أتمنى نكون وضحنا كل نقطة محتاجين تعرفوها في درس النهاردة. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة على قناة السكولة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.